جاب الغراب. خش يا اختي خش. بالحقنة انحني بالحقنة. انا كنت قاعد عليك الاول. خد ادي اللي معايا كله. ايه ده؟ يبقى إيه عليك 20 قرش. ابوس ايدك اديني الحقنة الدنيا بتلف بيا. بتلف بيك اما تدفع الفلوس اللي عليك الاول. ابوس ايدك يا شرف انحني بالحقنة. انحني ما تلحقني تبوس ما تبوس اما تدفع الفلوس اللي عليك الاول وبعدين يبقى خد الحقنة اللي انا مش اعملي معروف. اللي بتعمليه ده مش كويس عليكي ابدا. الحقنه جايه اهي. اهدي بقى عشان يعرف يديهالك كويس. العصبيه دي هتاثر على قلبك. اهدي بقى اهدي معلش. خلاص يا ستي استريحي بقى استريحي. حمدي حمدي عايزه الدكتور حمدي سالم. الحقوني دكتور حمدي سالم. حمدي سالم؟ ايوه حمدي سالم. انت تعرفيه؟ ايوه. قولوا له تحت ذكي عايزه اشوفك قبل ما تموت بسرعه اعمله معروف. حاضر احنا هنتصل بيه حالا. غريبه
اسرتها بالدكتور حمدي سالم. يمكن ما يعرف. على كل إن انا افضل ان احنا نتصل بيه. حمدي. الو، انا كامل عبد العزيز، طبيب امتياز بمستشفى الجمعيه الخيريه. فرصه سعيده قوي يا دكتور. جات لنا ست مصابه مسكينه عماله تهلوس وتقول عاوزه الدكتور حمدي سالم، فطبعا اهتميت واتصلت بسيادتك. هي اسمها ايه؟ بتقول يا فندم ان اسمها ناهد زكي. غريبه، بتحبكوا ازاي؟ اصيبت في حادث ويظهر انها مدمنه افيون، حالتها ميؤوس منها، عندها نزيف داخلي وقلبها تعبان خالص. طيب اعملوا اللازم وانا جاي حالا. شكرا يا دكتور. معلش وسامحني انه بادي عشان خاطري، سامحني معلش انه بادي عشان خاطري، معلش وسامحني انه بادي عشان خاطري، سامحني. انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري، ده انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري، معلش انه بادي وسامحني انه بادي، توبه 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 يا حبيبي، ما زعلش ولا خد على خاطري، معلش انه بادي وسامحني انه بادي، توبة 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 توبة. من امتى بخصمك؟ من امتى ده اليوم
أنا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري. أنا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري. معلش إنه بادي وسامحني إنه بادي. توبة 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 توبة. حبيبي زعلان. وانت حبيبتي زودتيها قوي. ما انا بغير عليك. من ايه؟ من المستشفى اللي واخدك مني. هو انا قصرت في حاجه؟ احنا مش بنخرج سوا، بنروح السينمات والحفلات والتياترات في الوقت اللي احنا فاضيين فيه. ثم ان المستشفى دي شغلي، تغير منها ازاي؟ ايه مضيع وقتك على الفاضي؟ على الفاضي؟ على الفاضي ازاي؟ يا ناهد، كل شيء في اوله صعب. ما انتش فاكره لما كنا مخطوبين كنت تقولي لي يا حبيبي لازم تكافح وتبقى كبير، دكتور كبير قد الدنيا علشان خاطري. ما كنتش عارفه انها شغلانه طه بالشكل ده. وانا مالي؟ انا عايزه هيس، عايزه فيلا، عايزه عربيه زي ثانيه هانم. الدكتور زهني جوز ثانيه هانم ما اشتراش العربيه والفيلا دول في سنه ولا اتنين، ده اشتراهم بعد كفاح 20 سنه. دول في مبدا حياتهم اتضايقوا زيك واكتر كمان. اعملي زي ثانيه هانم واقعدي جنبي وكافحي معايا وانا اشتري لك زيهم واكتر. عايز نستنى 20 سنة علشان نبقى زيهم؟ الله مين يعيش. يا ما عندي مستشفى مات. باي باي يا حبيبتي. باي باي. حمدي. نعم. أنا كنت عايزة حاجة. كام؟ مفيش، 5 جنيه بس. لا 5 جنيه ما أقدرش، ما أقدرش أدفع غير 3 بس. ليه؟ أنا أصلي ما معيش غير ورقة ب10 جنيه ولازم أدفع 7 جنيه أول قسط الأدوات العيادة بتاعتي. عرفت ليه ما أقدرش أدفع غير 3؟ طيب اتفضلي يا حبيبتي. ميرسي. أوعي تصرفيها كلها. لا ما تخافش. ميرسي قوي يا حبيبي. عايزين نكمل كلامنا. على العموم انا قلت للجوانتي بتاعك كل الكلام اللي كنت عاوز اقوله. قلت له ايه؟ مش عايز تقول؟ طب لما يوصلني الجوانتي بتاعي هيقول لي على كل حاجه. انا هفوت على ثانيه هانم حوالي الساعه 11 كده اخده منها. يا دوبك اكون فوت على صدناي واشتريت شويه حاجات ليا. بربار. صباح الخير استاذ وجيه. بتعمل ايه هنا؟ والله كنت عاوز اشتري شويه كرافطات لكن الاذواق ما عجبتنيش. ازاي دي الاذواق هنا جنان كده؟ ايه اللي عجبك يعني؟ الفستان ده مثلا الله ذوقه مدهش كده. مادموزيل والله تيس الفستان ده للهانم. استاذ وجيه انا اركوكي اركوكي مفيش داعي للاحراج. انت مستنيه يا مدموزيل؟ تفضل يا مدام.
بنتي. الله يسلمك. شوفي خدي ادي 3 جنيه اهم، يا دوبك عرفت اخدهم من سعاده البيب الزور. وليه يا بنتي تعبه نفسك؟ والنبي اذا كنت محتاجه لهم خليهم. لا يا ماما، يا ريت ايدي كانت طايله كنت اديتك اكتر، لكن معلش عيشه والسلام. ليه يا بنتي؟ هو حمدي مزعلك؟ والله يا ماما العيشه معاه بقت تضهر، مش كفايه متجوزه واحد قد ابويا وكمان يدقق معايا على النكله والمليم، ولما اجي اكلمه يقول لي انت لازم تستحمليني وتقفي جنبي، انا لسه في اول الطريق. صحيح يا بنتي هو اكبر منك، لكن مسكتك. احنا كنا فين وبقينا فين؟ ما انتش فاكره قبل ما تتجوزوا انت واخواتك ما كناش لاقيين الدقه. ويعني دلوقتي لاقيين الذهب؟ الحمد لله على الستر يا بنتي. وايه هو الستر؟ مش ان الواحده تضمن مستقبلها؟ وتضمنه ازاي؟ مش بالفلوس؟ انت نسيت الذل اللي اتذلناه بعد ابويا ما طلقك؟ نسيت عينيك اللي اتمققت من كتر الخياطه؟ نسيت لما كنا ننام على لحم بطننا واحنا بنعيط بالليالي؟ اذا كنت انت نسيتي انا ما نسيتش، ولازم افضل فاكره عشان ما اقعش وقعتك. ايه اللي بتقوليه يا بنتي؟ حمدي مش زي ابوكي، لا من صنفه ولا من عينته. كل الرجاله صنف واحد. انا الحاجه الوحيده اللي تخليني اضمن مستقبلي هي الفلوس، وعشان كده لازم يبقى عندي فلوس وبسرعه، مش بعد 20 سنه. ما تتبطريش يا بنتي، حمدي نعمه من نعم ربنا عليكي، ما طريتهاش واحده من اخواتك. صوابعك كلها مش زي بعض، واللي يعجب اخواتي ما يجيش على مزاجي. ناهي انت يا حبيبتي. ايه رايك في ذوقي بقى؟ وحش جدا. اعوذ بالله، انت هتفهم في اللبس بقى. انا كل اللي عاوز افهمه حاجه واحده بس، بقيه العشرة جنيه فين؟ راحت طبعا مش كده يا شيخ؟ حرام عليكي، انا قلت لك 100 مره اني عاوز ادفع القسط الاولاني بتاع الادوات اللي لازماني في العياده. وهنعمل ايه بالادوات دي؟ هيلبسونا ولا هيشربونا؟ لا، كل ما في الامر انك هتساعدني اتقدم خطوه لقدام، وساعتها يا ست اشتري لك كل اللي انت عايزاه. موت يا حمار، انا ما اقدرش استنى 20 سنه لغايه ما تحقق امالك. انا لازم البس، لازم اتمتع وانا في عز شبابي على حساب مستقبلي. الله، انت بتزعق فيا كده ليه؟ انت فاكر ال 10 جنيه بتوعك دول يقدروا يجيبوا متر واحد من قماش الفستان ده؟ نعم، احمد ربنا اللي لقيت اللي تسلفني عشان اقدر اشتريه. والله ده حرام، كل يوم ديون ديون ديون، تقدري تقولي لي انا هسدد ديونك دي ازاي؟ اتصرف، انت المسؤول مش انا. ابدا يا هانم، انا مش ملزم باي حاجه فوق طاقتي، العيشه اللي انت عايشاها دي هتاخرني. اسمعي، أنا حوافي على نقل الأرياف. أرياف؟ أيوة، ده الحل الوحيد اللي بعيدك عن فتنين شارع فؤاد وعمر الدين اللي خاربين بيتي. بابا 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 مين بابا؟ معرفش يا حبيبتي. وأنت زعلت بابا ليه يا ماما؟ بابا هو اللي زعل ماما. طيب ليه؟ عشان بابا بخيل، كل ما ماما تشتري حاجة بابا يزعل. طيب ليه يا ماما؟ عشان بابا ما عندوش فلوس كتير. وبعدين معاك يا ناهد. في ايه يا ماما؟ مفيش اي حته تانيه نتقابل فيها غير الشوارع دي؟ وهنعمل ايه؟ ما احنا لازم نظهر بعيد عن الناس. ناهد يا روحي، هو الحب عيب عشان نخبيه عن الناس؟ أنا شخصياً أكون سعيد جداً لما كل الناس تعرف حبي. أنا عاوز أظهر بيكي في كل المجتمعات، عاوز أفتخر بيكي في كل مكان. ما أقدرش يا وجيه، ما أقدرش. طيب يا ستي أمرك حاضر، نتقابل بعيد عن الناس. فين؟ تيجي عندي في البيت؟ في البيت؟ مش ممكن. ليه يا روحي؟ وجيه، أنت ناسي إن أنا متجوزة؟ حيرتيني يا نهد، لا كده عاجبك ولا كده عاجبك. إيه؟ تزعلت مني؟ أنا ما زعلتش منك أبداً يا روحي. طب إيه رأيك؟ نتقابل في النادي؟ بس انا مش عدوى في النادي، ولما اروح هناك كل الناس هيعرفوا ان انا رايحه عشان. بس كده؟ دي ابسط حاجه في الدنيا، اعملي يا ست اشتراك في النادي. اذا كان كده معلش يا روحي. تعبتني قوي، جننتني، هتطير مخي. مش معقول، يعني لسه ما وصلتش؟ ابدا. غريبه، اشمعنى دي اللي عطلقت معاك؟ مش عارف، عليه ده قوي. طول بالك شويه. اهو البركه فيك انت بقى. انا؟ ايوه. ازاي؟ لو تعرفي بس تجر رجلها لحد البيت يبقى خلاص. طب وانا اللي هجر لك رجلها؟ ايوه يا ستي. ازاي؟ اقول لك.
والله كان بودي يا وجيه، لكن انت عارف الحكومه ما بتديش اذونات السيارات الايام دي. ايوه بس يا سعاده الباشا، ما تكلمي يا استهانم. وبعدين يا وجيه، الباشا بيقول لك مش ممكن. عاوزني اتكلم اقول ايه؟ يا كابتن هانم، نمره جديده ما وردتش عليا قبل كده. واخرتها نهد. هنفضل بعيد عن بعض لامتى؟ ما باليد حيله. قلت ايه بس؟ حرام عليك، كل الاعضاء بيتكلموا مع بعض الا احنا. حاجه تكمل. عن اذنكم. اتفضلي يا فندم. اسماعيل. يا فندم. صحيح ما تعرفهاش؟ وماله يا اكسلانس، نعرفها لك حالا. أنا أعصابي باظت خلاص. ناهد، إحنا لازم نقعد قعدة طويلة مع بعض نتكلم فيها عن مستقبلنا. إيه رأيك لو تيجي تشربي فنجان شاي عندي؟ أنت مجنون، قلت لك مش ممكن أدخل شقة واحد عايش لوحده. لوحدي؟ أنا دلوقتي مش عايش لوحدي. هلو؟ هلو؟ أدي يا ستي ناهد هانم اللي كلمتك عنها. زينات أختي. أهلا وسهلا. أهلا. جت من العزبة بقالها يومين. وجيه أخويا كلمني عنك كتير ومدح في أخلاقك أكتر. ميرسي. تعرفي ان ناهد دي بقى هي اللي هتساعدك قوي. في ايه؟ اصلها جايه تشتري هدوم للشتا. ما تحددوا ميعاد مع بعض تخرجوا تشوفوا الموديلات. ايه رايك لو تجي لها النهارده؟ انا معزوم بره وزينات مش متعوده تقعد لوحدها. فكره. ايه رايك يا ناهد؟ تيجي؟ والله افكر. طيب اسيبكم بقى شويه تفكروا مع بعض، ها؟ عن اذنكم. الحكايه مش عايزه تفكير. ايه؟ انت يظهر بقى قديمه. ابدا. بس أخوكي متهور شوي. مين البنت الحلوة دي؟ مين؟ دي زينات. أنت ما تعرفش زينات؟ إحنا هنلعب على بعض التانية التانية. ها؟ لا 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 اسماعيل بيه، أنت تبعد عن دي خالص. دي حاجة محترمة أوي وصعبة أوي. على فكرة، أنت مش كنت بتكلم الباشا عن إذنات الاستيراد؟ أنا في عرضك يا إسماعيل بيه أبوس إيدك. يبقى خلاص، الحاجة المحترمة أوي، صعبة أوي، نالت الإعجاب. عندك اعتراض؟ لا لا أبداً أبداً، بس يعني إديني فرصة لما الحكاية تستوي شوية، وأنا هكون تحت أمر سعادة الباشا. أوكي. بس لا يمني على الأذنات؟ أعتبرهم في جيبك. انا لازم دكتور هروح بقى. لسه بدري، انت مش قلتي لي ان جوزك في المستشفى؟ ايوه بس يمكن النهارده يرجع بدري. خدي كاس ويسكي. انا شاربه قبل حد دلوقتي. واحد اثنين ثلاثة. ايه يعني؟ ده كاس ويسكي خفيف ما بيعملش حاجة. ايوه بس ما تنسيش دي أول مرة بشرب فيها ويسكي. لا كفاية بقى لا. بعدين معاكي. اشربي انت. زينات زينات. الله ناهد هانم، لسه ما روحتيش؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ ساعة؟ لا ده لسه بدري قوي، ساعة 10 ونص. زينات هات لنا صودا. والله حاضر، بس أنا عاوزاك في كلمة يا وجيه. كده؟ دقيقة واحدة روحي.
دقيقة. ايه الأخبار؟ مستوية على الآخر. حلاوتك. ناويني حلاوتك. جاهزة يا روحي. الله. عشان خاطر انا دايخة كسوة عشاني انا صحة حبنا صحيح بتحبيني وجي ما تتصوريش قد ايه انت كل حاجة في حياتي انا زينات يا ستي اقول لك انا مش كده ناهد 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 رايحه فين مروحه ليه بس يا روحي ابعد عني انا ما اقعدش مع واحد غشاش زي طب اهدي بس يا روحي اهدي اهدي احلف لك هنقعد نتكلم بس مش عايز ناهد ارجوك على الاقل ما تحرمنيش من متعه وجودك معايا هنقعد نتكلم يا روحي عن نفسنا عن مستقبلنا عن حياتنا بس على شكل ابدا تقعد بعيد عني اقعد بعيد فين ناهد اقعد يا ناهد يعني وبعدين معاك ارجع احسن لك حاضر بس انا عايز افهم عملتي فيكي ايه عشان تعمليني المعامله دي كلها يا ناهد انت مش بتحبيني زي ما بحبك ايوه بس اخره الحب ده ايه اخره الحب ده هنبقى مع بعض وجوزي جوزك تسيبيه اسيبه ازاي يعني تطلقي منه اتطلق وان مرضيش يطلق مش معقول ما يرضاش اديله يا ست اللي هو عايزه وادي اروح اشيك على بياض اتفضلي اتفضلي يا روحي وبعد ما يطلقني هيكون مصيري ايه هنعيش مع بعض هنعيش مع بعض بصفه ايه عشيتك مش كده؟ ابدا مراتي طب وايه يضمن لي انك هتتجوزني؟ يضمن لك؟ وهذه يا ستي شيك تاني على بياض برضه اكتبي فيه اي ضمان يعجبك اتفضلي ادي شيك وادي الشيك الاولاني يا ستي ناهد لا لا استنى دول ما اتصرفوش لسه مش يمكن ما يكونش فيه رصيد في البنك باي باي
كنت عند واحدة صاحبتي. لحد دلوقتي؟ أيوة. أنت عارفة الساعة كام؟ كام؟ الساعة 12 يا هاني. طب ويجرى إيه؟ مش أحسن نقعد لوحدي وأنام من المغربية زي الفراخ؟ على العموم من بكرة فعلاً هتنامي زي الفراخ. قصدك إيه؟ قصدي إحنا هنسيب مصر. اتنقلنا للأرياف خلاص. أنت اللي هتتنقل مش أنا. يعني إيه؟ يعني هتسافر لوحدك يا دكتور. ناهي، أنت سكرانة؟ أنا حرة، أعمل اللي أنا عايز أعمله. أنت اشتريت من ملايينك لسحمني؟ وكمان لك عين تردي عليا. هي حصلت إنك تضربني؟ طب والله أنا قاعدة لك في البيت ده بعد النهار. ناهي ناهي ناهي. مين؟ خير كفر الشر، في إيه يا دكتور؟ لا مفيش حاجة، ده سوء تفاهم زي المعتاد. اصلها صممت تنزل وحدها بالليل، قلت اجي معاها عشان اطمن عليها. تصبح على خير. طيب يا ابني ما تقعد لما نشوف في ايه. معلش اصل نوال بيتها لوحدها، بكره الصبح ان شاء الله اجي تكون راقت ونقدر نتفاهم سوا. طيب يا ابني تصبح على خير. وانت من اهل، مع السلامه يا ابني. في ايه؟ عايزه حاجه يا نوال؟ بابا عايز اشرب يا بابا. تعالي حبيبتي. اشرب يا حبيبتي. نام يا حبيبتي. اتفضل يا ابني. شكرا يا نينا. هي ما قالتلكيش راحت فين؟ قالت رايحه مشوار وجايه حالا. والنبي يا ابني تريح قلبي وتقول لي انتوا زعلانين ليه؟ سوء تفاهم بسيط، كل شيء بنحل بالصبر وطولة البال. ربنا يكملك بعقلك. والنبي يا ابني طول بالك عليها، اصلها دلوعه. معلش عشان خاطري انا. حاضر. ناهي معلش خليك انت، انا هدخل اتفاهم معاها بنفسي. طيب يا ابني ربنا يجيب العواقب سليمه. صباح الخير. انا اسف قوي على اللي حصل مني امبارح، انما تصرفاتك خليتني خرجت عن طبعي وما قدرتش امسك نفسي. لسه زعلانه؟ طيب يا سيدي حقك عليا. بالعكس انا مبسوطه قوي علشان ظهرت على حقيقتك. طب يرضيك اقطع الايد اللي اتمدت عليكي دي؟ خليها لك احسن. ده انا كنت فاكر انك هتنبسطي لحكايه النقل دي. تصوري يا ناهد 10 جنيه علاوه مره واحده وفيلا هتسكني فيها لوحدي، فرصه ما كناش نحلم بيها العمر كله. وهناك هنقضي شهر عسل جديد ونصفي كل اللي كان بينا. اللي بينا مش هيتصفى غير بالطلاق. طلاق؟ ناهد ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ وبنتك وانا؟ انا ما عادش يهمني غير نفسي بس. ونوال؟ انت مش بتقول انك هتاخد علاوه؟ ابقى اجيب لها دادة. طب جبت لها دادة، يا ترى هقدر اجيب لها حنان الام وعطفها؟ ما اعرفش. افرض اني مت. الظاهر انا جيت في وقت غير مناسب. بالعكس ده انسب وقت علشان نخلص بهدوء. انا مش متصور ابدا ان ناهد هي اللي بتقول الكلام ده. يا حمدي احنا ما بقيناش ننفع بعض، حياتنا انتهت خلاص، لازم تطلقني. انت مجنونه؟ اطلقك ازاي بس؟ ونوال ذنبها ايه؟ ما تطولش في الكلام، انا يستحيل اعيش معاك بعد كده، انا استحملتك كتير، وقلت يمكن ربنا ينفخ في صورتك وتحقق لي الحياه اللي انا عايزاها، لكن مفيش فايده، انت هتفضل كده على طول، حتى بعد ال 20 سنه بتوعك. انا ما كنتش متصور ابدا انك بالاخلاق دي. قديم تعرف. بس بكل اسف متاخر. اذا كان عليا انا، انت من النهارده ما تجيش عندي اي منزله. اذا كنت اقبل انك تعيشي معايا في بيت واحد، ده علشان خاطر نوال ما تتحرمش من حنان امها. هنتمحك بقى، ما قلت لك بلاش كتر كلام، انا خلاص يستحيل اعيش معاك في بيت واحد. حاضر. بس على شرط. شرط ايه؟ عايز فلوس اديك. فلوس؟ وانت عندك فلوس منين؟ مش شغلك.
وعايزه تدفعي كام؟ طلباتك. طلباتي؟ ايوه. انا ليا طلب واحد بس يا هانم. ايه هو؟ انك تتنازلي عن حضانه بنتك. وتنسي انك خلفتي. انا ما اقبلش ان بنتي كلها ام زيك. اما فلوسك فخليها لك. يكفي يوم من الايام تنفعك. ورقه الطلاق هتوصلي. انا يوصلني التنازل منك ومن امك. خير يا دكتور؟ كل خير. ماشي. مساء. خير يا ناهد؟ انا شايفه حمدي خارج من هنا متضايق. ليه يا بنتي تزعليه بعد ما اداك الفلوس دي كلها؟ حمدي يديني الفلوس دي كلها؟ انت على نياتك قوي يا ماما. هو حيلته حاجه؟ احنا خلاص اتفقنا على الطلاق. الطلاق؟ انت اتجننتي تسيبي الدكتور حمدي اللي احسن من جوز اخواتك كلهم؟ هو هم اخواتي دول بني ادمين؟ دي الدنيا عندهم لقمه وهدمه وبس. وهي الدنيا فيها ايه يا بنتي غير الستر؟ فيها حاجات كتير ما تعرفهاش لا انت ولا اخواتي. يعني انت اللي عارفاها؟ طبعا عارفاها كويس قوي. اهي ادي الفلوس اهي. انت عارفه انا جبت الفلوس دي ازاي؟ بضحكه. ضحكه واحده بس. ضحكه؟ وايه بعد الضحكه يا بنتي؟ هضحك وافضل اضحك على طول. هي دي الدنيا ضحكه طويله. مش فقر وهم وغلب زي اللي كنت عايشه فيهم وانا صغيره. بصي ادي ورقه ب 100 جنيه عمرك شفتيها قبل كده؟ طب انت معذوره لو ما شفتهاش، لكن انا مرات الدكتور زي ما بتقولي عمري ما شفتها. خدي 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 ما تتعي نفسك. انا حب الله بيني وبين الفلوس دي. اهو انت كده طول عمرك هاويه فقر. ناهي اغزي الشيطان يا بنتي احسن بعدين ابعت اجيب خالك يعرف شغله معاك. ولا الجن يقدر يرجعني للفقر تاني. انا خلاص مش قاعده لكم هنا. ناهي رايحه فين يا بنتي؟ رايحه ليش؟ رايحه اتمتع بشبابي، رايحه اتمتع بالدنيا. ايوه ناهي ما تروحيش النار برجليك يا بنتي. النار اهون من الفقر اللي انا فيه. ناهي ناهي يا ماما تجي. ناهي اذا خرجتي من هنا ما تعذبيش تاني. البنت عشرين وهيفضل طول عمره شريك. نازلة حالي. تحب اطلع لك؟ لا قلت لك نازلة حالي. ها نازلة حالي يا اسماعيل بيه. كويس. والله يا اسماعيل بيه الحكاية دي كلفتني جامد قوي. تصور جوزها عشان يرضى يطلعها اخذ مبلغ كبير قوي. وهي كمان كلفتني كتير خالص. اعمل لي كشف حساب. مش قصدي والله يا اسماعيل بيه بس عشان خاطر ساعة الباشا. بس انت مالكش دعوه اعمل كشف حساب وعلى فكره بحبحه شويه. انت شايف كده يا اسماعيل بيه؟ خد راحتك. امرك يا اسماعيل بيه بس ارجوك مش عاوز نهايه تعرف حاجه عن الحكايه دي ابدا. احسن بعدين كل شيء يتهد وتاتي هانم كمان. احسن بعدين توديني في داهيه. ما تخافش اطمن. اسباك وانا بقى دلوقتي على اللوبيرج. اتفضل. صورت يا هانم؟ سوار اكسلانس. انا مش قادره افهم ايه اللي جابنا النهارده فجاه كده على الاوبرش. اصل الجو هنا لطيف قوي قوي. فعلا لطيف قوي. تعرف يا ناهد انا حاسس الناس كلها دلوقتي بتحسدني. ليه؟ عشان انت جنبي. صحيح. احلف لك بايه؟ من غير ما تحلف هصدقك. ناهد لحد امتى هنفضل كل واحد مننا بعيد عن التاني؟ انت مش بقالك شهر مطلقه من جوزك. ايه اللي معادك في اللوكاندا بس؟ شقيت يا ست تحت امرك لحد ما تفوت العده. قول يا وجيه. ايوه يا روحي. مين الست دي اللي قاعدة مع الباشا؟ دي تاتا صاحبته. بتتدلع عليه قوي يعني. كلمة كلمتها والشورة شورتها. الظاهر بيصرف عليها جامد. بيصرف وبس. ده بيصرف من غير حساب. دي بتلعب بالفلوس لعب. مساء الخير. أهلا سماعين بيت. سون اكسلانسي بيدعوكم للترابيزة بتاعته. في معانا؟ ايه رايك يا ناهد؟
ما فيش مانع. اتفضلي. اتفضلي، مدام نايت زكي. اهلا وسهلا. صدام. مساء الخير يا باشا. مساء الخير. مساء الخير يا هانم. انا زعلان منك يا وجيه. ليه يا باشا؟ علشان ما حدش بيشوفك. والله يا باشا مشغول شويه. ولا زعلان علشان مساله اذونات الاستيراد اللي ما خدتهاش؟ ابدا يا باشا، خيرك سابق. على كل حال يا وجيه، الواحد ما يقدرش على زعلك. قدم الطلب بكره. اشكرك يا باشا. اسمحي لي بالعصايه دي يا هانم. مدام الباشا رقص، اطمن. مالك يا وجيه؟ أه؟ مفيش. باين عليك زعلان. ابدا. ما خلاص بقى، الباشا راضي عنك وحيدي لك اذونات الاستيراد بكره. ناهد هانم، أنا سعيد جدا اللي تعرفت بيه. ميرسي. وأتمنى إن الظروف تسمح ونتعرف ببعض أكتر. ضروري. إمتى؟ إمتى إيه؟ نتعرف ببعض أكتر. سعادتك مش قلت إن الظروف هتعرفنا ببعض أكتر؟ أيوه. يبقى خلاص، مش معقولة أكسر كلامك. عاد لا يظهر ان الظروف بتخدمني. الاسبوع الجاي في حفلة خيرية، ايه رأيك لو تشرفينا انت والاستاذ وجيه؟ اقول له ميرسي. نستأذن احنا بقى يا باشا. ما لسه بدري. معلش. ميرسي. مع السلامة. بونسوار يا هانم. بونسوار يا باشا. تعرفي يا تاتا، وجيه ده ولد مهم قوي. مهم قوي. ايه؟ هنغير؟ من مين؟ هو الهرم تهدوا نملة يا سعادة الباشا؟ فندم جمال يتلاشى امام جمالك. خد يا شطر. اتفضل. سوري يا غالي، ما انا وقتي محدود جدا. انا جاي اقدم الورد ده تحيه من سعاده الباشا. ميرسي قوي. ابدا، ده ابسط تعبير عن اعجابه بيك يا فندم. ممكن تقبليه؟ مش معقول ارفض هديه للباشا، ولو ان ده يمكن يزعل وجيه. ابدا ابدا، بالعكس، ده وجيه بيبقى فرحان قوي لما يعرف ان سعاده الباشا مهتم بيكي. ويفرح ليه؟ لأن اهتمام الباشا بيكي معناه اهتمامه بوجيه. البرهان على كده إن أنا جاي دلوقتي علشان أبلغ وجيه بيه إن أذونات الاستيراد اللي كان طالبها من الباشا جاهزة تحت أمره. أذونات الاستيراد؟ يعني إيه أذونات الاستيراد؟ يعني كنز اللي عنده إذن استيراد واحد يمكنه بكل بساطة وهو قاعد مطرحه يبيعه ويكسب فيه 50-60 ألف جنيه. 50-60 ألف جنيه؟ وأحب أفهمك يا هانم إن وجيه بيه ما كانش ممكن يتحصل على الأذونات دي من غيرك. من غيري؟ إزاي؟ مش فاهم. أنا فاهم. سعادة الباشا أمر له بيهم علشان عيونك أنت بس. أنت ما تعرفيش مكانتك عند سعادة الباشا. غيرك عرف مكانته وقدر يستغل الموقف. عندك تاتا مثلا، كانت إيه من 5 سنين؟ ودلوقتي ايه؟ ست عندها نص مليون جنيه وكلمة مسموعة، كل ده بفضل سعادة الباشا.
بس لازم تفهم كويس ان انا مش ممكن اكون زي تاتا. هلون دون، انت اموري وانت تكوني احسن منها. انت مش فاهمني، انا هتجوز وجيه. ايه؟ انت بتضحك ليه؟ على كلمتك دي يا فندم اللي هتكون نكتة الموسم. وجيه عاوز يتجوزك علشان يضمن منجم الذهب ده يفضل في ايده. ليه تخليه يحط في رقبتك السلسلة الفالصة دي يمسكك بيها؟ ليه؟ انت على البر حرة طليقة، اعملي لحسابك مش لحساب وجيه. مش ممكن، وجيه بيحبني. ادي اخت النكتة اللي فاتت. وجيه بيحب مصلحته يا هاني. انت كذاب، ده صرف دم قلبه عليا عشان يطلقك من جوزك وتفضيله، مش كده؟ وانت ايه اللي عرفه؟ كشف الحساب اللي مقدمه للباشا بيقول كده يا هاني. مكرم سفل شوية. دلوقتي يا هانم كلمة أخيرة، سعادة الباشا منتظر منك أي إشارة وكل شيء يكون تحت أمرك. أنت جميلة وذكية، قدامك مستقبل كبير، العبي لحسابك. سعادة الباشا يكون سعيد جدا لو تشرفني حفلة المزاد. هو الباشا بعت لك هدية بسيطة. ما قلتليش يا ناهد، ايه رايك في الشبكه؟ مش بطاله، بس مستعجل على الجواز ليه؟ مستعجل على الجواز ليه؟ يا ناهد انا بعد الساعات والدقايق عشان احقق امالي واجوزك. صحيح. وحياه ناهد، انا جهزت كل حاجه خلاص. انا اجرت لك شقه في الزمالك لكن جنان هايله، والمهندس هيروح النهارده عشان يعمل الديكورات. وجيه روحي، احنا هنروح حفله المزاد اللي عاملاها تاتا. ها؟ والله اللي تشوفيه. عايزه تروحي نروح، مش عايزه بلاش كده. على العموم اللي يعجبك. سيداتي سادتي، اولا اشكركم على تشريفكم حفله مبرة الطفل الشريف، ثم يسعدني ان تاتا هانم هتفتتح المزاد بساعة تبرعت بيها هي لصالح المبرة. متشكرة قوي. مين بقى اللي هيبتدي المزاد؟ 30 جنيه 40 60 60 جنيه بس؟ بيقول 60 جنيه. ايه يا اسماعيل؟ ناهد لسه ما جاتش. ما يكونش عندك فكرة اكسلنسي، زمانها على الباب. هلو ناهد هانم. هلو، انتوا جيتوا في وقتكم، جاست اون تايم. احنا نكون سعداء جدا لو نايد هانم تشترك في المزاد الليله. انا؟ بس انا ما معيش حاجه لها القيمه. تاكدي يا هانم ان اي شيء من ايدك هيكون له قيمه كبيره قوي. 60 جنيه، مفيش حد زود. نايد هانم، اسمعي تفتتح المزاد بالبروش الالماظ المتواضع ده. تفضلي. مبروك. ميرسي. ايه البجاحه دي؟ هي الناس خلاص ما عندهاش دم؟ لا حجبتها بالشكل ده. يا حضرات، من حسن حظنا الليله ان النايده هاني مشرفتنا وهتشترك معانا في المزاد.
نايد هانم هتشترك معانا في المزاد بغنوة هغنيها للي يدفع أكتر. هي غنوة مش بطالة. هي مين حيفتتح المزاد؟ 100 جنيه 200 شوي. هي مين يزود؟ 300 جنيه 400 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه؟ أظن ما فيش حد يقدر يزود على الباشا. بكلام العين ويا ويلي
أنا شاكر جدا. غنوة بديعة خالص. حلال عليك يا باشا. دي مش تستاهل 1000 جنيه، دي تستاهل 1,000,000 جنيه. ميرسي. مين اللي جاب البنت دي هنا؟ والله الحكاية دي تسألي فيها الباشا. ورقصوك تزور لوحدك؟ أنا كل اللي يهمني رضا الباشا. من الوجهة دي اطمن قوي، راضي عنك خالص. خد لي بالك. وجيه ده يبقى لك ايه؟ خطيبي وهنتجوز قريب. ويا ترى هيقدر يعرف قيمة الجمال ده كله؟ ده بيحبني خالص. يا هانم الحب مش كل حاجة، لازم يكون نظرك أبعد من كده. هو اسماعيل ما قالكيش حاجة؟ كلمني كتير. على فكرة ميرسي قوي على الهدية الجميلة. دي حاجة بسيطة. طيب استأذن أنا بقى. لازم نشوفك دايما يا نهدى. أنا تحت أمرك. مش تفتحي؟ أنا مفتحة كويس، أنت اللي أعصابك تعبانة. أنا؟ ومين اللي هيتعبها لي؟ واحدة أجمل مني، واحدة بتغيري مني. أنا غير منك؟ اتفضلي اطلعي بره. بره. ايه ده تاتا؟ اي اهانه لها تبقى اهانه موجهه ليا شخصيا. ناهد دي خطيبتي، يعني هتبقى مراتي. مراتك؟ ايوه مراتي. مش مكسوف من روحك يا استاذ؟ ما كلمها شويه احسن. الو، مين؟ سعادة الباشا؟ يا ناهد هانم، انا اكرر اسفي للمره الثانيه على الفصل البايخ اللي حصل. هو مش بايخ وبس، ده منتهى قله الادب. لولا وجودك انت انا كنت عرفت ازاي ادبها. ما تاخديش على خاطرك، هي لازم حصل لها شيء من الجنون لما شافتني وانا مهتم بيكي. على العموم ارجوكي اقبلي اعتذاري. وتفتكر يا باشا الاعتذار ده يمسح اهانتي وطردتي من بيتك قدام الناس؟ امال ايه بس اللي يرضيكي؟ والله يا باشا انا شايفه اللي يرضيني صعب عليك قوي انك تحققه. قولي بس، انا مستعد اقدم اي طرديه تطلبيها. الطرديه اللي هطلبها هتكلفك كتير يا باشا. مهما كلفتني انا تحت امرك. كده؟ طيب زي الست تاتا ما طردتني من بيتك قدام الناس، لازم هي كمان تنطرد منه ولا تدخلوش تاني. ايوه بس. بس ايه يا باشا؟ شفت بقى انك ما تقدرش تنفذ طلباتي؟ تصبح على خير. لا 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 اسمعي، انا ما قلتش حاجه. انا لو طردتها هيبقى من الصعب قوي اني اقعد لوحدي. صعب عليك انك تقعد لوحدك؟ بس ايه؟ بس ايه؟ شفتي بقى انا مش قادر اطردها ليه؟ وإذا لقيت اللي تقعد معاك تطردها؟ حالا دلوقت. بس قولي. موافقة، أنا جاي أقعد معاك بدلها. هبعتلك إسماعيل حالا علشان يجيبك. يلا يا إسماعيل. إكسلنسي مبروك عليك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. إديني أوضة ناهد هانم. والله ناهد هانم مشيت يا فندم. مشيت؟ إمتى؟ مشيت إمبارح بالليل وإسماعيل بيه دفع الحساب. طيب. يا صباح الفل، تعالي يا حلوة تعالي. نعم يا بشبشتي. الله، عشاني دي؟ ها مبسوطة؟ قوي قوي. ميرسي ميرسي. إن عوزتي حاجة أنا تحت أمرك. أنا مش عايزة غير رضاك عني بس يا حبيبي. أنا راضي عنك كل الرضا. أدخل. بونجور إكسلانس. بونجور إسماعيل. إيه في إيه؟ وجيه بيت تحت في الصالون. إيه حكاية وجيه ده؟ أنت مش قلت له يروح ياخد أذونات استيراد؟ أيوه يا فندم. طيب عايز إيه تاني؟ هو ناوي ينط كل ساعة والتانية؟
أصل المفروض إنه خطيب الهانم سابقا. خلاص جاي ليه مدام سابقا؟ يلا يا إسماعيل شوف لك طريقة وزعه. استنى إسماعيل بشبشتي. يا روح بشبشتي. تسمح لي أخلصك أنا منه؟ لا 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 دي حاجات صغيرة اسمعيني اتصرف معاها. وحياتي عشان خاطري أنا هخلصك منه من غير دوشة. طيب يا حبيبتي إيه اللي تشوفيه؟ إزاي بس يا ناهي تصرفي التصرف ده إزاي؟ نسيت إنك خطبتي؟ نسيت إن إحنا هنتجوز بعد كام يوم؟ أنا مش عارف أودي وشي فين من الناس بس أودي وشي فين من الناس؟ غصب عني يا وجيه. اصل الباشا كلمني في التليفون وانا اعرف ان رضا الباشا يهمك قوي. ايوه حبيبتي بس مش للدرجه دي كمان. على كل حال انا مستعد انسى كل حاجه واسامحك ونتجوز برضو في الميعاد. يلا بينا يا ستي. على فين تروح اللوكاندا ولا اقول لك تعالي عندي في الشقه لحد ما نتجوز. وازاي هو الباشا يرضى يسيبني؟ تصور ده ترتات علشان ايه؟ ترتات علشانك يا سعدك يا ناجي؟ ده احنا هنغرق في الفلوس. ناهد على كل حال يا حبيبتي ده ما يمنعش ان احنا نتجوز برضه. وانت ترضى على نفسك تتجوز واحدة عايشة مع راجل تاني؟ لا طبعا طبعا ما يقبلش بس يعني يعني ناهد الباشا افضله كبير علينا قوي. يا نجل كل اسف اني ما عرفتكش على حقيقتك الا بعد ما خربت بيتي. دلوقتي عرفت كنت عايز تتجوزني ليه؟ عشان تتاجر بيا وتستغلني اخذر استغلال، لكن لا انا مش هنولك مرادك. انا ما دام وقعت يبقى احسن لي استغل نفسي لنفسي مش لك انت او لاي حد تاني. ناهد بتتكلمي ازاي يا حبيبتي؟ احلف لك بايه ان انا بحبك بحبك. إيه بتحبني؟ يا اخي حبك برص بره ناهد بره. ارجوكي ناهد بس تقول بالك يا حبيبتي. اوعى تخليني وشك بعد. طيب بره بره. تعيشي وتفتكري يا نوال لو كانت المرحومة ماما عايشة قد ايه كانت فرحة تخطبينا. انت كل يوم بيزداد تقديري لكي. انا ما شفتش واحدة عندها الوفاء لامها زيك. يلا بينا يا اولاد عشان انا عندي شغل. يلا مش هتيجي معايا يا نوال؟ لا انا هركب مع يوسف عشان هنروح الجريدة. عندنا مهمة هترفعنا فوق. ريبورتاج؟ ايوه مهم جدا وخطير. يا ساتر يا رب. عن ايه؟ الله بقى يا بابا ده سر المهنه هتعرفه لما تقرا. باي باي. يا فندم
من فضلك عايزين نقابل رستم باشا. رستم باشا؟ ايوه. في شيء يا رستم باشا؟ يا خبر، في حد في البلد ما يعرفش رستم باشا؟ تصور انا ما اعرفش رستم باشا. دقيقة واحدة نسأل سكرتير الهنا. فين هم؟ أنا سايبهم هنا. لازم دخلهم جوه. أنا منبه عليك 100 مرة ما تتقلش من جنب الباب. ما هو يا بيه أنا امشي دور عليهم. اسماعيل بيه. ايوه يا باشا. هي الهانم اتاخرت ليه؟ انت هنا حالا يا باشا. متشكر. هي شغلتك لسه ما انتهتش يا اخي. عايز 40,000 جنيه. هو انا هكسب كام 40,000 جنيه؟ قلت لك دخلها شريكه وياك في الارباح يا اخي. بس لو ترضى. ما ترضاش ليه؟ ما هي مشاركاني ومشاركه عبد الفتاح باشا. بالذمه صحيح. امال عملت الاموال دي كلها منين؟ دي عندها مليون جنيه وشويه يا شيخ. هي بتاخد حاجه لنفسها؟ دي ستار للباشا. وحياتك بتاخد نصيبها على داير مليم. لا يا اخي، ده الباشا هو اللي ماشي الشغل مش هي. ومين اللي بيخلي الباشا يمشي الشغل؟ نعم، دي الوزارات بتتالف هنا. يا جماعه ما تودوناش في داهيه، اعملوا معروف الحيطان لها ودان. بونسوار بوتي. فكيها بقى، فرفشي. انت ناقصك حاجه يا هانم؟ ناقصني كتير يا اسماعيل. زي ايه؟ الفلوس وعندك بالكون، سلطه ولا رئيس وزاره، عز ما شافتوش واحده غيرك، يبقى ناقصك ايه؟ ناقصني القلب اللي يحس بيه. كل اللي قلته ده ما يسويش الحب والعطف اللي انا محرومه منه. محرومه؟ حلا لا. البشوات والبهوات اللي مرميين تحت في الصالون زي الزكايب مستنيين نظره رضا علشان يترموا تحت رجليك وتقولي محرومه؟ ده كفر يا هانم. اسماعيل، هنضحك على بعض. لو ده معقول؟ ده اللي يضحك عليكي ما اتولدش لسه. يظهر الطلبات كتير قوي الليلة. ومال يا فندم، كل شيء بتمن. الوردة قدامك. نزلي يا هانم قطفي. لازم لمبه تحرق. اتفضلي يا هانم، على اذنكم يا ساده. تسمح لنا يا هانم تشرفنا شويه؟ بكل سرور. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي اسماعيل بيه؟ اهلا صوت الباب. قولي يا هانم، هو اسماعيل بيه ما كلمكيش عن موضوعي؟ موضوع ايه يا اسماعيل؟ ده عن الأربعين ألف جنيه اللي كنت كلمتك عنهم يا فندم. طب ودي عايزه كلامي، ده اقل ما يمكن في عمليه زي دي، وانت عارف العمليات دي بتكلفني كتير لغايه ما بمشيها. طب ايه رايي ان انا هانم لو دخلت شريكه معاه؟ والله ما عنديش مانع. يا اسماعيل ابقى حضر العقد عشان نبقى نمضيه. عمرك يا فندم. بصحة انا هانم. بصحتكم.
جرى ايه يا اسماعيل؟ ايه ده؟ والله انا مش فاهم ايه الحكايه. عند اذنكم. اتفضل يا فندم. مع السلامه. أعصابك يا أخي. مش قادرة أتلم عليها. كلها خمس دقايق وفيلم يطلع. تعال. أنا خايف أحسن تعبنا ده يروح هدر. ما تخافش. يا ريت يا نوال. يا سلام لو الريبورتاج ده نجح، يبقى خلاص طلعنا سلم المجد وكل الجرايد تتهافت علينا. بس كده؟ وساعتها بقى هخطفك وأنت على أول درجات السلم. وبعدين؟ وبعدين؟ نتجوز. وتقعدي حضرتك في البيت ويبقى جوزك صحافي كبير. انا اقعد في البيت؟ يا سلام عليك يا يوسف، دايما اناني. مش هذا اللي قعدت طول عمري متغربه عشان هرميها يعني؟ اسمعي يا نوال، انت خدت شهادتك علشان تتثقفي مش عشان تشتغلي. وما دام لقيتي ابن الحلال اللي يقدر يصرف عليكي يبقى خلاص. يا يوسف الدنيا تعاون، وانا لازم استغل ثقافتي. انت عارف ان من يوم ما ماما ماتت وانا متغربه، محرومه من حنان الام والاب كمان. انت ناسي انه كان بيجي يزورني كل سنه مره، يقعد بكتير شهر او شهرين. والوسط اللي كنا عايشين فيه كل وسط عمل، مفيش واحده ست قاعده في البيت. طب 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 خلاص 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 بريك. لا انت لازم تشيل الحكايه دي من دماغك. حاضر. راحت الحكايه. فاكره اول مره شفتك فيها؟ كنت قاعده في مدرج الكليه وجم قالوا لي في طالب جديد جاي من مصر. قعدت ابص واستنى لحد ما حضرتك شرفت وجيت قعدت جنبي. وفضلت ابص لك وانت تبصي لي. خفت اتكلم لما تكونش انت الطالب الجديد اللي بيقولوا عليه. وانا قلت مين البنت السمراء الحلوه دي ام عيون خضر، وقلت في نفسي لازم تكون من مصر. وبعدين قلت لك هلو. وقلت لك هلو. وبعدين قلت لك ممكن اقدم لك نفسي. قلت لك مفيش مانع بالعربي. كانت فرحتي كبيره، كاني كسبت مليون جنيه. في الغربه لقيت واحده حلوه وبتتكلم عربي، وبعدين عرفت انها من بلدي. بتبقى فرحه كبيره. وبعدين بقى يا ستي، بعدين حضرتك طلعت حرامي. ايه حرامي؟ طبعا حرامي كبير. مش عارف سرقت ايه. قلبي. انا اسعد انسان في الدنيا اللي قدرت اسرق قلبك. الآنسة نمحة. مين نمحة؟ علمي علمك. مش قادرة أفهم البنت دي بتهاجمني بالشكل ده ليه؟ تكونيش قتلتي أمها. أنا هوريها هي والواد الهلفوت بتاعها ده. قولي السواق يحضر العربية. أوكي. نانا هانم أهلا وسهلا. أنتوا إزاي تنشروا عني الكلام الفارغ ده؟ لازم تكتبوه حالا وفي نفس الصفحة وبالبنط العريض. نكتبه؟ نكتبه إزاي؟ أنت لازم تفهم كويس قوي إنها لما تهاجمني يعني بتهاجم الباشا الكبير. يا هانم احنا ما نعرفش وما نقصدش. ممكن بجرة قلم نقفل لك الجريدة بتاعتك ونسحب لك رخصتها.
يا نانا هانم ارجوكي ما تزعليش نفسك، اتفضلي استريحي، انا مستعد للتفاهم. انا عايزه اللي اسمها نون حاح تيجي لي هنا حالا. تيجي حالا يا فندم، تيجي حالا. اندهني الانسه نوال بسرعه. هتيجي يا فندم، اتفضلي استريحي. انا مستريحه كده. حاضر يا فندم، هي هتيجي حالا دلوقتي وهتعتذر لحضرتك ضروري، بس ليا رجاء لما تيجي ما تكونيش قاسيه عليها، لان ابوها صديقي وصاحب افضل عليا. وعشان كده فيبها تشتم الناس ليه؟ هو مداينك؟ دين ما اقدرش ارده ابدا يا فندم، ده انقذ حياه ابني الوحيد من الموت، ده جراح كبير جدا. اذا كان يهمك امره ممكن نعينهولك وزير صحه ولا حاجه. هو اسمه ايه؟ ضروري سمعت عنه، الدكتور حمدي سالم. رجعت امتى من امريكا؟ بقالها شهرين. هو حضرتك تعرفيهم؟ لا، انا سمعت عنه. ادخل. يا انسه نوال، نانا هانم متاثره جدا من الريبورتاج بتاعك. بعتلي عشان كده. انا متاسفه، ما عنديش اي استعداد اتكلم في الموضوع ده في وجود واحده زي دي. نوال، انا مش قادره افهم ازاي تستقبل اشكال دي في مكتبك وتعتني بيها لدرجه انك تبعتلي علشانها. امال خليت ايه للستات النضاف المحترمين؟ نوال، ملوش لزوم الكلام ده. انا بعتلك عشان انا هاني كانت عايزه ترفع علينا قضيه وتطالبنا بتعويض كبير. تعمل اللي هي عايزاه. انا متاكده انها مش هتقدر ترفع قضيه، لان ساحه القضاء هتسجل انحلال خلقي ادرى بيهم الست دي اللي مصر انك تناديها بلقب هانم. نوال، انت دلوقتي بتهيني ان انا هانم في مكتبي. ده مجرد وجودها في مكتبك اهانه لك وللدار كلها. ده عدو فاسد في المجتمع يجب بطره. ليه بس يا بنتي؟ ما تقوليش يا بنتي. انت لو كان ليكي بنت كانت انتحرت، كانت دفنت نفسها بالحياه. بعد الشر عليها. من امتى بتبعدي الشر؟ ده انت الشر نفسه. كتر خيرك. يا نوال، اعتذري لهانم حالا. أنا أعتذر للست دي؟ أنت إزاي تقولي الكلام ده؟ الاعتذار يعني تراجع عن المبادئ السامية، خدمة المجتمع، خدمة الشعب، بناء مجتمع جديد سليم بعيد عن نفوس طبقة البشوات والبهوات الحلافيت اللي ما عندهمش أي إحساس بالوطنية ولا الصالح العام. واليد المحركة في كل هذا الفساد هي الست دي. أنا آسف يا نوال، أنا مضطرة أتخذ ضدك إجراء مشدد. هترفدني مش كده؟ ما يهمنيش، لكن احب اقول لك اني هنشر كل فضايحها في الصحف المعارضه. نوال، ورحمه ماما لازم اهدمها عشان تكون مثل لاشكالها. أنا في شدة الأسف، لكن تأكدي الحكاية مش هتمر كده. أنا هوقع عليها أقصى عقوبة. لا أبدا، مفيش داعي. مفيش داعي إزاي؟ كل اللي عملته ده وما تاخدش جزائها. معلش، المسها محكمة. سعد، فين بابا يا سعد؟ في المكتب يا فندم. شفت الريبورتاج بتاع النهارده يا بابا؟ ده عامل ضجه كبيره في البلد. الله، انت ما قريتوش ولا ايه؟ قريته وبتكلمني بالبساطه دي؟ امال عايزاني اتكلم ازاي؟ عايزك تفرح بنجاح بنتك. اي نجاح يا بنتي؟ هو اللي عملتيه ده اسمه نجاح؟ اما غريبه يا بابا، البلد كلها بتهنيني، يبقى ده مش نجاح. ابدا مش نجاح ان الانسان يهاجم واحده ست المهاجمه الفظيعه دي. هو انا بتجن عليها يا بابا؟ مش يمكن تكون مظلومه؟ مظلومه؟ دي سيرتها على كل لسان، دي الناس تعرف عنها 100 مره قد اللي انا كتبته، دي ما تستحقش اي عقاب. ايوه يا بنتي ايوه، بس مش انت اللي هتنظمي الكون. امال مهمه الصحافه تبقى ايه؟ تشوف الفساد والانحلال واستغلال النفوس وتسكت عليه؟ بس انا كنت احب انك تبعدي عن النوع ده من الروبورتاجات.
ما توصفيش واحدة بالفظاعة دي وانت ما تعرفيش شيء عن ظروفها ومين اللي بيدفعها علشان يستغلها ويجعلها ستار له. مهما كان يا بنتي دي واحدة ست وفي سن والدتك. والدتي؟ أرجوك ما تجيبش سيرة والدتي. ماما كانت أنبل وأشرف إنسانة في الوجود، إنما نانا دي واحدة ما عندهاش أي مبادئ، أي أخلاق. ثم أنا عايز أعرف أنت ليه بتدافع عنها؟ أنا ما بدافعش عنها يا بنتي. أنت بتقطعي الفرع وبتسيب الأصل. دي واحدة مسخرة لخدمة البشوات الكبار واللي أكبر من البشوات الكبار. الموضوع ده نوال ما يتعالجش بالطريقة بتاعتك أبدا، بطريقة تانية. الله أعلم إزاي هنتخلص من الفساد اللي إحنا فيه ده وإمتى. على كل حال كل اللي أرجوه منك إنك تبعدي عن الست دي. الله، أنت خايف منها يا بابا؟ أنا؟ لا أبدا. مش جت عند رئيس التحرير وطلبت تقابلني؟ إيه؟ وقابلتها وهاجمتها قدام رئيس التحرير لدرجة إنه هددني بالفصل. ما كلمتش؟ ما قالتش حاجة؟ أبدا يا بابا، ما حاولتش حتى تدافع عن روحها. تعرف يا بابا إنها صعبت عليا، لكن أنا مش هخلي أبدا العواطف تأثر عليا، وربنا معانا. ربنا يستر. انتي عارفه انا ابقى مين؟ يمكن هتعرف ازاي. مش هم قالوا لك ان امك ماتت؟ انا فعلا مت، مت من يوم ما سبتك. انتي عارفه مش كل اللي بيموتوا بيندبتوا في التراب، في ناس كتير بتموت وهي عايشة، ودول بيتعذبوا أكتر زي أنا ما بتعذب. بس اوعى تفتكر إن أنا زعلانة منك، أبدا، أنا زي ما بتقولي وأكتر. أنا بتمنى إيه؟ بتمنى أبوس تراب رجليكي، بتمنى أخدك هنا في حضني وأفضل أبوسك أبوسك. لكن أبدا مش لازم تعرفي إن أنا أمك المجرمة اللي رميتك عشان خاطر الفلوس. فاهمة؟ أنا مجرمة وأستاهل، أستاهل، أستاهل أكتر من كده. أمك المجرمة. عايزة واسكي، واسكي، فين الواسكي؟ أنت مالك؟ أنا عايزة واسكي. سوري يا إكسلانس. وبعدين يا إسماعيل؟ وآخرتها؟ 10 أيام وهي بالحالة دي، شرب بس، لا أكل ولا نوم. بالطريقة دي هتموت نفسها. والله أنا احترت معاها يا إكسلانس. روح هتلاقي حكيم يا أخي يشوف له حل فيها. أمرك يا فندم. ها، طمني يا دكتور، إزيها دلوقتي؟ ما أخبيش عليك يا باشا، حالتها غير طبيعية بالمرة. أنا اضطريت إني أديلها حقنة مورفين علشان تنام. والهستيريا دي هتطول معاها؟ يجوز. والعمل؟ يعني كل ما تجيلها الحالة لازم نديها حقنة مورفين؟ والله ما انصحش بكده، لأنها إذا استمرت على تعاطي الحقن هتدمن عليها وساعتها أعصابها هتتعب أكتر. يا
ازيك دلوقتي؟ كويس. اعصابك هديت؟ ايوه الحمد لله. انت ما تعرفيش ايه اللي عملتيه فينا، بقالنا 10 ايام مش عارفين نكلمك. ما نمتيش لما جاء الدكتور وادالك حقنه المورفين. مورفين؟ هو اللي خلاني بقيت كويسه كده. يا سلام، انا بيتهيألي اني اتولدت من جديد. حاسه اني طايره بين السحاب كده كده. طب قومي اوامي البسي احسن، الباشا زعلان قوي. اتأخرت يا اسماعيل. أنا اتصلت بالبيت، قالوا نزلت جاية على هنا. زمانها على الباب يا اكسلانس. أيوة يا باشا. بس إيه؟ المشروع ده يكسب 100,000 جنيه على الأقل. 100,000 جنيه إيه؟ قول 200، قول 300، ويصح لو اشتركتي معانا يوصل ل 400,000. هلو مدمزيل ديدي، اتأخرتي قوي، الباشا على نار. اتفضلي جو اهيد. اهلا ديدي. بونسوار اكسلان. اتفضلي. يظهر حاجة جديدة دخلت جو الباشا. يعني دولتها راحت خلاص. تحصل تاتا واللي قبلها. ايوه كنت بتقول ايه يا باشا؟ لا انا بقول ناجل المشروع ده لبعدين، برضه احسن عشان شايف المشروع. اكسلانسي انا مندهش جدا من اللي حصل. الهانم تعبانه، جات لها النوبه اللي عندها دي. افندم
الدكتور مش راضي يديها عاي مورفين تاني. طيب شوف لك طريقه علشان تفوقها وانا جاي حالا. احنا متشكرين قوي يا اسطى. العفو بيه. الله بس ده شويه خالص. ده كويس قوي كده. ده مورفين يا سعد. ده مورفين يا سيدنا الافندي مورفين. ما هو لو كنت قلت لي اديها افيون كان بقى ارخص. خد دول كمان واعمل حسابك احنا هنحتاج لك كتير. احنا في الخدمه بس بحباحه شويه. وهو كذلك. تعال. اسماعيل اسماعيل. ايه اللي اسكنك؟ اعمل ايه يا اكسلانس؟ قلت لي لازم افوقها. ما لقيتش قدامي غير ده. اعوذ بالله. هي وصلت لكده؟ بكل اسف. نانا نانا ناهب. انت جيت يا بشبشتي؟ فوقي وكلميني. ما انا فايقه اهو. قريتي جرايد النهارده؟ ليه في حاجه؟ اتفضلي اقري يا هانم وشوفي البنت اللي اسمها نون حط والفضايح اللي عاملها لنا. ليه بس؟ مش كفايه؟ اسمعي بقى اما اقولك. الجرايد ابتدت تستعملك سلاح ضدي وانا ما عنديش استعداد اني امرغ سمعتي في الوحل علشان سواد عيونك. قصدك ايه يا باشا؟ قصد السلاح اللي بيحاربوني بيه لازم اقطعه. تقطعه؟ يعني عايز تخلص مني؟ انا مضطر اعمل كده. انا ما سلمش دقن لحد. أنا في إمكاني أطربق الجريدة على نون حا هي وأهلها. لكن لو عملت كده دلوقتي حسبت إن اللي قالته عليا صحيح. أرجوك أرجوك يا باشا إديني فرصة وأنا هوقف لك كل حاجة. طيب هديك الفرصة اللي أنت عايزاها بس عاوز أشوف نتيجة سريعة. عليك في العياده قالوا لي انك في البيت والمساله ما تستحملش تاخير. طيب اتفضلي خشي في المكتب. بيتك حلو يا حمد. استحسن ادخل في الموضوع على طول. عندك حق تعاملني بالشكل ده واكتر من كده كمان، لكن انا طمعانه في كرمك وهطلب منك طلب بسيط. اتفضلي. عايزاك تقول لي نوال ما تهاجمش الباشا. حاولت ما قدرتش. ده شغلها انا ما اقدرش امنعها. ايوه بس انا خايفه عليها لحسن بعدين ينتقم منها. ينتقم منها؟ ما حدش يقدر يمس بنتي. بقى بقى نوال. بابا مين اللي سمح لستي تخش بيتنا؟ حضرتك يا بنتي. ما تقوليش يا بنتي. حاضر يا مدموزيل نوال. انا جايه اترجاكي. بابا الست دي انا عارفاها كويس، دي زي الحياه تنشر سمومها في كل مكان تدخله. انا خايفه تكون بتلعب العابها عليك. تتصرف. هدي نفسك يا نوال، هي خلاص هتخرج وما تعتبش البيت ده تاني. حاضر حاضر يا مدموزيل. انا خارجه. مالك انا؟ لا ابدا مفيش حاجه.
كنت تقدري تقولي اللي انت عايزاه بطريقه احسن شويه. معك حق يا بابا، انا بندفع وبعدين بتسحب عليا. احساس غريب، لكن ايه اللي جابها هنا؟ كانت جايه تترجع انك ما تهاجميش الباشا. ليه؟ خايفه عليكي منه. يا مدام just a minute. شال شوي شال. أوان بموت. راحت اهو دلوقتي. تسمحي علشان ال وهانم دول وجود جارل. امال فين دي يا اسماعيل؟ اغسل الاوضه نمره 2 في السمرابيس يا فندم. ليه؟ مش راضية تيجي هنا إلا لما نانا تمشي. طب مستني إيه؟ ما تخلصنا منها يا أخي. اسمع إسماعيل، أنا سوقت خالص. أصله يا إكسلانسي خروجها من عندنا لازم يتعمل له ترتيب مخصوص. قصدك إيه يعني؟ لازم تطلع من عندنا وجناحاتها متقصقصة. مش فاهم. عندها فلوس كتير وتقدر تضايقنا. آه. ثم دي أموالك وخيرك لازم يرجع لك يا إكسلانس. مظبوط يا إسماعيل، لازم تطلع من هنا زي ما دخلت. ما حلتهاش ولا مليم. ادخل إسماعيل بيه. الحق الست بتصرخ وعاوزاك. خلصنا يا إسماعيل، أنا فاكر. إسماعيل إسماعيل الحقني الحقني بشرارة. وهجيب شرارة ازاي انا؟ زي ما في جيبه كل مرة. هو عايز مننا فلوس كتير. اديله اللي هو عايزه. معيش انا فلوس خالص. الشنطة عندك. فيها 30 جنيه. ادهم له. لا ما ينفعوش، ده عايز مننا 150. اكتب له، اكتب له شيك اوان. الو، اديني رئيس الحسابات. يا فتحي، مدام نانا زكي عايزه تحول من رصيدها 5000 جنيه لجنيف و5000 جنيه لباريس، اعمل لها اللازم اوامر. ايه؟ انت متاكد؟ طيب هات الشيك ده بسرعه وتعالى. ايه؟ لا يا فندم، مفيش حاجه ابدا، دي غلطه بسيطه وتتصحح. ادخل.
ده توقيعك. فلوسك؟ ايوه فلوسي اللي سحبتها من البنك يا رشاش. دي كلمة مش هيك يا هانم، ثم دي فلوس الباشا زي ما اداها لك رجعت له تاني. طب ومجوهراتي؟ هدايا من الباشا، ولا تنسيش ان الفواتير باسمه. اسماعيل، ليا نصيحة ليك تاخديها من قصيره وتتفضلي من غير مطرود. ايه؟ اوامر الباشا. هو فين؟ في اسكندريه. في اي اعتراض؟ وقال لي ان كان كده اتصل بيه هو يتصرف. وانت عارفه كويس يا شاطره انه عنده الف طريقه عشان يتخلص بيها منك. مفهوم؟ حاضر. ما بدهاش بقى، بقالنا سنتين مستنيين اللحظة دي. يا ترى هيقول لك ايه؟ خلاص ملوش أي حجة دلوقتي. مركزي وبقى خطير جدا، مرتبي وبقى ضخم جدا، راجل وبقيت ملو هدومي، خلاص لازم أكتب الكتاب حالا. أيوه حالا. يوم الخميس الجاي. يوم الخميس الجاي. أجي معاك. ليه؟ وأنا صغير؟ تعيشوا لوحدكم؟ امرك يا عمي. شوف يا يوسف، انت عارف طبعا ان نوال دي هي كل حياتي. من يوم والدتها توفت انا كرست كل جهدي ووقتي ومستقبلي علشان اسعدها واضمن لها المستقبل الكويس. فاذا كانت هي وافقت على انكم تعيشوا لوحدكم، فارجوك يا ابني تعمل اعتبار كبير لشعور اب يستمد حياته كلها من سعادة بنته الوحيدة. يا عمي نوال في عينيها الاتنين، بس هي رأيها انها تعيش معاك على طول كده؟ ايوه، وده اللي احنا اتفقنا عليه. طيب يا ابني. تعالي يا عفريتة تعالي. مبروك يا بنتي. تعالي يا يوسف. مبروك يا ابني. مش معايا فلوس. معلش خدي ادي اتنين كمان اهو. ولا ايه؟ نعم. انت مش ناوي تدفع الاجره المتاخره عليكي؟ ما هو الحال زي ما انت شايف يا معلم. معلش بكره ربنا يعدلها. امتى بقى؟ جبنا لك حلاوه عشان تكسبي فيها قرشين،
تخرجي بالعلبه مليانه ترجعي بيها فاضيه، بتودي الفلوس فين؟ معلش اصبر عليك كمان يومين يا معلم. مرحق عليك انت، لو اديتك كلمتين في عضمها كانت دفعت. وليه غلبانه قوي يا معلم؟ لا يا شيخ، غلبانه ولا الجو ترستق بينك وبيننا؟ جاتك الغم منك. لا بقى على تمن الحقنه مش بعدها، انا مش قد الطلبات دي كلها. ولما انت مش قد الطلبات دي كلها اللي كان غصبك كله بثوابه. ثوابه؟ الدنيا لسه بخير يا جدعان. عايز حاجة يا عبدو؟ أنا دفعت تمن الحقنة لشرارة. كتر خيرك، أنا مش عارفة أرد لك جمايلك إزاي. جمايل إيه؟ ما تقوليش الكلام ده، ده أنا كل تحت أمرك. تسلم يا ابني، يا ترى من غيرك كنت عايش إزاي؟ ربنا ما يحرمنيش من عطفك. أنا أصلي في الحقيقة من يوم ما شفتك وأنا بعزك قوي وبحبك. انت بتقول ايه يا عبدو؟ بحبك بحبك يا عبدو. انت اتجننت؟ بحبك واحد عني يا عبدو. ده انت من ولادي. انا بحبك سرقت المحفظه بتاعتي وجا خدها منها صراخت وبتتبلع عليا. هو اللي كداب ما تصدقوش يا معلم. اخلص قدامي بره بلاش تعال يلا. ابوس ايدك هروح فين دلوقتي؟ تروحي ب 60 داهيه بتيجي لنا منين؟ لمينا ال 200 بتوعها قدامي. ايه انت لقيت جاي لنا منين؟ طيب
حرام عليك يا معلم بيتني بس الليلة دي، هروح في ايه؟ تروح امشي بتتعي. حرام عليك. يا نادر مهملها بره، خلينا نخلص منها بلا عرب. بلاش كلام علشان ما تجيليش نفسك. لازم اتكلم قبل ما اموت. ما تقوليش كده. عايزه اموت وانا مستريحه. سامحني يا عبدي، سامحني. سامحتك يا ناهد، سامحتك. أنا دورت عليك كتير، اختفيتي فين؟ دورت عليا ليه؟ برضو أنت أم نوال، ما تخلصنيش إنك تبهدلي. كان لازم أتبهدل، لازم أخد جزائي. بس لو كنت أعرف مكانك. أنا فضلت أكون بعيد عشان نوال ما تشعرش بيا. انا عايزه افضل الام اللي في خيالها، الام اللي ماتت من زمان. نسيها دلوقتي. امتى هتتجوز؟ النهارده فرح. صحيح. بلاش تتحركي، ادخل. تليفون يا دكتور. متشكر. الو بابا، انت هتتاخر يا بابا. ازاي الحاله اللي عندك دلوقتي؟ مش احسن؟ ايوه يا نوال. مالك يا بابا، في حاجه؟ جايلك حالا يا حبيبي. نوال، الست اللي هدهولي علشان عايزه تفكري. ست نوال. ايوه انا نوال. ازاي صحتك؟ ليلة فرحي وكل الناس هنا ومستنيين بابا. مش قادرة أقولك اتفضل. نسيت أقولك مبروك. متشكرة قوي يا هاني. الو بابا، الو الو الو.
بتعيط يا بابا؟ الفرحتي يا نوال. أنا ده اليوم اللي كانت المرحومة ماما بتتمنى. الله يرحمها.